هو المعرض ده بيدور حول صور متاخدة من الكتاب اللي عملته مع نوها زايد اللي هو اسمه خط. هو عبارة عن رصد أو توثيق لظاهرة الخط العربي اللي موجودة على الجدران والمباني والوسائل المواصلات. يعني الاعتماد على الخطاطين والخطوط اللي كلها بنشوفها قبل كده ابتدت ان هي تبقى اقل، وناس بتهتم بسهولة اكتر ان هي تقدر تطبع حاجات على الكمبيوتر، حاجات فينايل. فقعدنا 3 سنين بلف في كل انحاء مصر وبصور كل اللي بلاقيه، وكانت الفكرة ان احنا ننشره كل ده في كتاب عشان يبقى فيه توثيق للحالة دي. هو كان مهم قوي بالنسبة لنا ان احنا نختار موقع بيمثل الروح بتاعت الكتاب. فن الخط العربي ده من قلب مصر، وقلب مصر هي وسط البلد،